سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا فقط عن العاصمة الأفغانية كابول، لتصبح بذلك غزنة 10 عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع. وقال رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري إن طالبان سيطرت على مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن في المدينة، وأوضح أن معارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن طالبان سيطرت على القسم الأكبر منها. بدأت في السويد محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري لليوم الثالث، وكانت قد عرضت صور واسم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال اليوم الثاني من محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في السويد المتهم في قضية إعدامات عام 1988 في إيران.